سبع سنوات مرت على انطلاقة ثورة السوريين التي حولها النظام إلى حمام دم بدعم مباشر من دول كبرى وتواطؤ عربي ودولي أدار الوجه عن المذبحة. ظهر يوم الثلاثاء 15 من شهر آذار عام 2011 نظم عشرات السوريين تظاهرة خاطفة في سوق الحميدية الشهير وسط دمشق، وبدا الشعار الذي رفع ودوى في آذان السامعين وسط دمشق الله سوريا حرية وبس مرعبا للنظام وأجهزته الأمنية، على الرغم من أن أعداد المشاركين في التظاهرة كانت ضئيلة. بعد ثلاثة أيام كانت محافظة درعا جنوبي البلاد تغلي على وقع إهانة أجهزة أمن النظام لمطالب الأهالي بإطلاق سراح أطفالهم الذين اعتقلوا لكتابتهم على الجدران شعارات ضد رئيس النظام السوري. بلغ الغليان ذروته وتحول إلى تظاهرات في الشوارع واجهتها أجهزة أمن النظام سريعا بقمع وحشي انتهى بمقتل شابين من المتظاهرين بالرصاص يوم الجمعة 18 من آذار عام 2011. تدحرجت كرة الثلج وتسارعت الأحداث، فملأت التظاهرات درعا ودمشق وأريافها ثم حمص وإدلب واللاذقية ودير الزور وغيرها من المدن والبلدات السورية، وبدأت حصيلة القتلى برصاص الأمن بالازدياد حتى وصل عدد القتلى من المتظاهرين في ما عرف بيوم الجمعة العظيمة في 12 من نيسان عام 2011 إلى نحو 100 قتيل. أخذت أحداث الثورة منعطفا نحو التسلح في سنتها الثانية، واشتدت المنعطفات لاحقا في السنوات التالية مع تسارع استخدام إيران لعشرات الميليشيات لدعم النظام السوري عسكريا لمواجهة قوى الثورة وحاضنتها الشعبية، كذلك مع التدخل العسكري الروسي المباشر الذي تبع التدخل الإيراني وغير موازين القوى على الأرض، فتداعت قوى الثورة بعد أن كانت تتداعى قوة النظام السوري الذي انتشى بفعل دعم حلفائه الإيرانيين والروس اللامحدود. تدخل الثورة السورية هذه الأيام عامها الثامن، ومع كل ما حملته السنوات الأخيرة من ألم وقهر وموت واعتقال وإخفاء قسري وتهجير ونزوح ولجوء ودمار، لا يزال السوريون متمسكين بالأمل، مصرين على الصمود من أجل سوريا حرة على قدر آمالهم.